الاوبتريتور ارتري طبعا ده برانش من الانترنا الياك ارتري، ده بيبقى موجود في البلفس، بيخرج من الاوبتريتور فورة من هنا مع الاوبتريتور نيرف. طبعا ده البيوبيك بون، وادي الاوبتريتور ممبرين، وهنا ده الاوبتريتور فورامن، وخرج الارتري اللي اسمه الاوبتريتور ارتري. اول ما بيطلع الاوبتريتور ارتري بيديني انتيرور برانش وبوستيرور برانش. الانتيرور برانش والبوستيرور برانش بيلفوا حوالين المارجن بتاع الاوبتريتور ايه فورامن، وبعدين زي ما احنا شايفين بيبتدي يدي الارتري ده، يدي للماسلز اوف ذا ميديال سايد اوف ذا ساي، يعني سواء الانتيرور برانش او البوستيرور برانش بيدي برانشز distributed to the muscles of the medial side of the thigh. لكن ده ما يمنعش انه بيطلع artery اهو اسمه مهم جدا جدا، الارتري ده اسمه acetabular branch. الacetabular branch بيروح للهيب جوينت، وده بيوصل عن طريق الليجامنت تيريز او الليجامنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر، يدي بلاد سبلاي للهيد اوف ذا فيمر. يبقى ده الاستابولار برانش، ده الانتيور برانش، وهنا البوستيور برانش، وده الايه الارتري اللي هو الاوبتريتور ارتري. ده اللي هو برانش من الانتيور ديفيجن اوف ذا انترنال الياك ارتري، وده مين وان اوف ذا مين بلاد سبلاي للميديال سايد اوف ذا ساي، وان اوف ذا مين وبيدي برانش اللي هو الاستابولار برانش، وان اوف ذا مين ارتريز اللي بتدي بلاد سبلاي للهيب جوينت، وبتدي بلاد سبلاي للهيد اوف ذا